solo. Mi amor, mi amor. Dios, Dios, Dios. مشاهدي شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم الان في هذا المنتج الجميل الذي يوصل الدار البيضاء. دائما اطار مواكبتنا المهرجان البولفار في مدينه الدار البيضاء، واليوم هو اخر يوم من المهرجان. كيف ما كتبعوا خروج المئات من الجماهير وسط استنفار امني كبير، نظرا كذلك للاحداث اللي عاشها هذا المهرجان في يوم الجمعه، يعني بحضور الفنان طوطوب الليبران المورفين، يعني احداث ديال الشغب بطبيعه الحال اللي تقتلوها العديد من الناس، اللي كان فيها خطر على السلامه ديال الجماهير ولا كذلك الحاضرين في فيستيفال البولفار، منهم وليدات مازال صغار، منهم قاصرين، منهم عائلات. كان كيف ما كتبعوا مشاهدينا في هذه اللحظات خروج مئات من جماهير البولفار وسط استنفار امني كبير. اذا كيف ما كتبعوا مشاهدي شوف تي في في هذه اللحظات استنفار امني كبير. بطبيعه الحال هذا الشيء من بعد احداث الشغب اللي شهدها هذا الفيستيفال في اليوم الجمعه، يعني ملي كان المورفين وكان كذلك طوطو وكان طولي بران. فمن بعد يوم الجمعة يعني لا البارح ولا اليوم استنفار أمني كبير، حراسة أمنية كبيرة قبل الخروج، يعني لا الجماهير لا قبل الخروج ديالهم ولا كذلك قبل الدخول ديالهم، يعني دائما كتلقى استنفار أمني كبير محيط ملعب الكوب اللي كتقام فيها التظاهرة هذه وهذا الفيستيفال. كيف ما كتبعوا الان المشاهدين شوف تي في استنفار امني كبير بجنبات ملعب الكوك، الملعب اللي احتضن هاد التظاهره ديال البولفار. اذا كيف ما كتبعوا مشاهدينا في هذه اللحظات استنفار امني كبير بجنبات الملعب، يعني بعد خروج مئات من جماهير البولفار اليوم هادشي بطبيعة الحال من بعد أحداث الشغب اللي شهدت فيستيفال دار يوم الجمعة بالضبط. كيف ما كيقول يعني ملي كان الحفل يعني ديال الرابر طوطو وكذلك المورفين بولي بران، فاليوم استنفار أمني لليوم ولا كذلك البارح، نظرا يعني لهذاك الأحداث ديال الشغب ما بغيناش تعاود تكرر. هادشي بطبيعة الحال ما عجبش العديد من المغاربة، خاصة أنه كانوا عائلات، كانوا شباب اللي مازال صغار، يعني ما غاديش نبغيو انهم يتعدى ولا انهم توقع عليهم شي حاجه. فبطبيعه الحال الحمد لله، يعني ولو ان اليوم الاول من الفيستيفال يعني وقع في داك الشيء، لا انه من بعد تم تدارك الموقف وتم تغيير العديد من الامور، من بينها يعني حضور الحراسه الامنيه المشدده قبل وبعد يعني البدايه ديال الفيستيفال، لا في اليوم السبت البارح ولا كذلك في اليوم الاحد. وهذا الشيء بطبيعه الحال للصالح العام، لصالح الشباب، لصالح الجماهير والزوار ديال هذا الفيستيفال، يعني اللي كيجيو ليه من جميع المدن المغربيه. والان مشاهدينا غتمشيو معنا الان في هذه الجوله هذه في الطريق، يعني باش غادي تشاهدوا وغادي تتبعوا الحراسه الامنيه ديال الجماهير اللي كانت حاضره اليوم في فيستيفال البولفار. كيف ما تبعوا الان مشاهدينا كيفما كتبعو تم إخلاء
المكان بشكل كلي. مطار أمني، تواجد أمني مكثف في هذه المنطقة هذه قبل من بعد الشيء، من بعد أحداث الشغب عاشوها جماهير ومتبعي البولفار في هذه الأيام هذه اللي كانوا حاضرين فيها.